الأستاذ الدكتور حسام الدين محمد رشاد رئيس بعثة وزارة الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة حضراتكم بخير. بالنسبة لوزارة الصحة هذا العام زودت عدد الأطباء وعدد التمريض المتخصصين في الأمراض الصدرية والأمراض المحتملة تكون منتشرة في هذا الوقت تحديداً الكورونا والإيبولا. بالنسبة لنا أنا بدعو كل الحجاج أنهم يراجعوا موقع الوزارة، هيلاقوا تعليمات موجودة خاصة بالتطعيم وخاصة بمتابعتنا أثناء الحج وبعد العودة بإذن الله. إحنا طبعنا كتيبات فيها التعليمات الوقائية والتعليمات الواجب اتباعها والتعليمات بعد العودة بإذن الله. في كل فندق من الفنادق هيبقى موجود بيان بأماكن العيادات بحيث أن الحاج يصل إلى أقرب عيادة. هذه العيادات شغالة على مدار 24 ساعة يومياً. بالإضافة إلى ذلك إحنا حاطين أرقام تليفونات، وهذه الأرقام تليفونات على الشبكة السعودية بحيث أن الحجاج ممكن يتواصلوا معنا ويستفسروا عن أي استفسارات وإحنا موجودين هناك بإذن الله. إحنا بنأكد برضو على أن الأدوية المجدولة، وهي معلومة تماماً لدى جميع الصيادلة، أن السادة الحجاج ما يخدوش معاهم لأن دي تعليمات السلطات السعودية. أثناء العودة بإذن الله هيبقى على الطيارات في أطباء حجر صحي عشان ينهوا الإجراءات وتنتهي الإجراءات بصورة عاجلة وتكون أكثر دقة بحيث ما يبقى في وقت عند الطبيب برضو ضمانا لصحة الحجاج. بأكد على الحجاج رجاء يراجعوا موقعنا، يراجعوا الدليل الطبي اللي هيتوزع عليهم، يراجعوا الإرشادات اللي هتبقى متعلقة في العيادات في مقر إقامتهم في العيادات هناك في الفنادق بإذن الله. بنأكد تاني على تطعيمهم قبل السفر، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ويكون موسم حج آمن وخالي من الأمراض بإذن الله، وبنطمن الحجاج إحنا هنبقى قريبين منكم دائما بإذن الله. السلام عليكم. شكرا دكتور حسام.